ضامنها في ايديك شايفها يوماتي هلاوتي عليك قصة حياتي ضامنها في ايديك شايفها يوماتي هلاوتي عليك حاسسها في اماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك حاسسها في امان سلامي وضماني بكل المعاني الحلوة اللي فيك الحلوة اللي فيك. ما هو رأيك او تعليقك عن بعض البشر الناس اللي بياكلوا بعض اللحوم العجيبة جدا، مثلا لحم الحمار؟ هذا ما سنشاهده. مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء احباء المشاهدين في كل مرة تتواصلوا معنا. ارسل لنا قصة عجبتك او قصة حياتك او قصة من الحياة علشان خاطر نتبارك بيها وننشرها وتكون سبب بركة لكثيرين. تواصل معنا عن طريق موقعنا على شبكة الانترنت او عن طريق الفيسبوك حياتك في قصة او عن طريق اليوتيوب. تقدر تشاهد كل القصص السابقة وتعمل تحميل لها ايضا بكل الطرق. يا احبائي المشاهدين ارجو ان تتواصلوا معنا. قصتنا النهاردة من القصص الرائعة الجميلة اللي بحبها من سنين طويلة، وهي قصة رائعة من خلال كلمة الله. قصتنا النهاردة بعنوان حصار السامرة. قصة حصار السامرة موجودة في سفر الملوك الثاني وأصحاح 6 وجزء من أصحاح 7. هنقرأ بعض الأعداد المتفرقة. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ملوك الثاني 6 ومن عدد 24. وبعد ذلك إن بنهدد ملك أرام جمع كل جيشه وصعد فحاصر السامرة، وكان جوع شديد في السامرة وهم حاصروها حتى صار رأس الحمار، ناس بتاكل رأس حمار، بـ80 من الفضة، وربع القاب من زبل الحمام، بتاكل زبل حمام، بـ5 من الفضة. وبينما كان ملك إسرائيل جائزا على السور صرخت امرأة إليه تقول خلص يا سيد الملك، فقال لا يخلصك الرب، من أين أخلصك؟ أم من البيدر أم من المعصرة؟ ثم أصحاح 7. وقال أليشع اسمعوا كلام الرب، هكذا قال الرب في مثل هذا الوقت غدا تكون كيلة الشعير بشاقل وكيلتا الشعير كيلة الدقيق بشاقل وكيلتا الشعير بشاقل في باب السامرة، وإن جنديا للملك كان يستند على يده. أجاب رجل الله وقال هوذا الرب يصنع كوة من السماء؟ هل يكون هذا الأمر؟ فقال إنك ترى بعينيك ولكن لا تأكل منه. وكان 4 رجال برص عند مدخل الباب، فقال أحدهما لصاحبه لماذا نحن جالسون هنا حتى نموت؟ عدد 17. وأقام الملك على الباب الجندي الذي كان يستند عليه فداسه الشعب في الباب فمات كما قال رجل الله الذي تكلم عند نزول الملك إليه. فإنه لما تكلم رجل الله إلى الملك قال كيلتا شعير بشاقل وكيل الدقيق بشاقل تكون في مثل هذا الوقت غدا في باب السامرة. وأجاب الجندي رجل الله وقال هوذا الرب يصنع كوة في السماء؟ هل يكون مثل هذا الأمر؟ فقال إنك ترى بعينيك ولكن لا تأكل منه. فكان له كذلك داس الشعب فمات. النهاردة قصتنا من القصص المؤثرة والعملية جدا، بتحكي عن بنهدد ملك أرام حصر السامرة. السامرة منطقة من إسرائيل وكان جوع وحصلت مجاعة رهيبة جدا. أول حاجة أكلوا رأس الحمار وزبل الحمام، والأم سلقت الولد، طبعا مش هدخل في تفاصيل، سلقت الولد وأكلته لغاية ما الملك قال إن أليشع يموت. طب إيه ذنب أليشع؟ لكن الرب أرسل معجزة وأرسل خوف على الجنود وربنا حل المشكلة وبقت جه دقيق وجه قمح، وربنا استخدم 4 كانوا مرضى بمرض البرص بشروا كل إسرائيل وقال لهم في خير وحصلت المعجزة. لكن في جندي هو قائد يعني كان الملك بيستند عليه استهزأ، ازاي يعني ربنا يحل المشكلة دي لما الأم ذبحت الولد وسلقته؟ ازاي يعني ازاي كلت الدقيق تبقى بشاقل؟ فقال ليش؟ قال له انت بتستهزأ؟
هتشوف بعينك ومش هتاكل. وفعلا لما دقيق جه الشعب كله داس ومات في تحذير لعدم الإيمان. سأستكمل معك هذه القصة الرائعة حصار السامرة بعدما نستمتع بترنيمة ولا أروع مع مرنمنا الجميل السوري هاني بلدي والعزف المصري الرائع بيتر أنيس. ابقى معي إلى ما بعد. عمره ما تروي العشان دايس على عسلك يا عالم انا بإلهي شبعان مر المي اللي بتعطيها عمره ما تروي العشان مهما تحاول تغريني او من مجدك تعطيني مهما تحاول تغريني أو من مجدك تعطيني أنا يا سوع مكفيني قلبي بحب وشبعان ابن الإنسان ابن الإنسان بدمه اشتراني وخلاني ملك وسلطان ملك وسلطان أنا نفسي أبي وفرحان ابن الإنسان ابن الإنسان بدمه اشتراني وخلاني ملك وسلطان ملك وسلطان لا فلوسك ولا ذهبك ولا حتى كنوز الدنيا كمان مش راح تقبلا لو كانت على عرشك راح بتملكني تمام فلوسك ولا ذهبك ولا حتى كنوز الدنيا كمان مش راح تقبلا لو كانت على عرشك راح بتملكني زمان مهما تحاول تغريني أو من مجدك تعطيني مهما تحاول تغريني أو من مجدك تعطيني أنا يا سوع مكفيني قلبي بحبه مليان فكرك اسجد قدامك انت غلطان انت غلطان مهما تتزين بعيوني تبقى عريان تبقى عريان اذا فكرك اسجد قدامك انت غلطان انت غلطان ولعلمك انا ما بسجد انا ولا ركبي بتركع مهما كان انا قلبي اختنق
الرسام اللي بيبني الأكوان مهما حاول تغريني أو من مجدك تعطيني مهما تحاول تغريني أو من مجدك تعطيني أنا يا سوع مكفيني قلبي بحبه مليان دايس على عسلك يا عالم مر المي اللي بتعطيها عمر ما تروي العطشان مهما تحاول تغريني أو من مجدك تعطيني مهما تحاول تغريني أو من مجدك تعطيني أنا يا سوع مكفيني قلبي بحبه مليان آمين 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 بجو الفرح الرائع هنا في الاستديو ونحن نترنم ونفرح بكل قلوبنا واحنا بنقول دايس على عسلك يا عالم. كان ترنيمة الجميلة اللي رنمها لينا أخونا هاني بلدي ومتعنا بالعزف معاه أخونا بيتر أنيس في قصتنا النهاردة اللي عن حصار السامرة. قصة العجيبة لما بنهدد ملك أرام حاصر منطقة السامرة والناس جاعت وعلى رأي المثل الجوع كافر، وكان راس الحمار اغنى عيله في البلد تاكل راس الحمار 80 شاقل من فضه، وناس بتاكل زبل الحمام. وبعدين اتنين امهات اتفقوا انه كل ياكلوا الولد ده النهارده وياكلوا الواد التاني النهارده، حاجه تقطع القلب. وسلقوا الواد بتاع واحده ذبحوه وسلقوه وكلوه، وبعدين جه الميعاد على الولد التاني، الام التانيه قالت لا انا مش هذبح ولدي. راحت الست اللي ولدها تاكل اللي اكلت ولدها هي والتانيه، راحت للملك وقالت له ازاي ده يحصل. وبعدين الملك راح قال لازم أليشع يموت، وأليشع قال البشارة الحلوة غدا كيلة الدقيق تكون بشاقل. وربنا عمل معجزة وأرسل رعب على جيش ملك أرام، ومشي الجيش وساب الخيل والمركبات والدقيق والشعير وكل حاجة وصارت البركة. وكان في جندي، الجندي استهزأ وما أكلش داس والشعب. عايز أشاركك في هذه القصة الرائعة في أربع كلمات مختصرة. الكلمة الأولى عن حصار مرير، الكلمة الثانية عن مخلص قدير، والكلمة الثالثة عن شهادة وتبشير. الأربعة البرص دول جمال، والكلمة الرابعة والأخيرة عن قلب شرير. حصار مرير بنهدد معناه إله الغضب، إله العاصفة، إله الخوف. ملك أرام، أرام يعني كبرياء، فبنهدد ملك الخوف والكبرياء، رمز واضح يعني مش بالعافية، رمز واضح لإبليس. مكتوب خوفا من الموت جميع حياتهم كانوا تحت العبودية في عبران 2، فهو إله الخوف وإله العبودية وإله الحصار وإله الرعب. لما حاصر المنطقة حصلت الناس أكلت حاجات غريبة جدا، أكلت رأس الحمار وده الغناي يعني رضينا بالشر والشر مرضيش بينا، وأكلوا زبل الحمام، ثم أكلت الأم طفلها. وفي هذا الأكل احنا سمعنا دايس على عسلك يا عالم، لأن الآية بتقول النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. رأس الحمار، حمار حسب لوين 11 حيوان نجس، ومش عارف طبعا أنا مش بحاول يعني لكن سمعت واعظ بيقول إن رأس الحمار كده بعنينه وليه ودنين زي هو ده تأمل مش تفسير، راس الحمار كده وبودنين زي ناس قاعده تاكل نجاسه قدام تلفزيون، قدام ساتلايت، قدام كمبيوتر، قدام اي حاجه وبتنهش في النجاسه. 80 من الفضه غالي. ثم زبل الحمام، زبل الحمام في لقا 13 يضع فيها زبلا معاملات الله، بدل ما يتوبوا لمعاملات الله معاهم، الله بيسمح بألم وضيق، راحوا أكلوا النجاسة. كان يشتهي الابن اللي كان ضال أن يشبع من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطيه أحد.
راس حمار وزبل حمام ثم اكلوا عيالهم. مكتوب كده حتى في مراسي ارميا: النساء الحنائن طبخن اولادهن. يا سلام. هتقول لي يا اخي دول ايه دول؟ ده مش بني ادمين. اقول لك كلمه في سرك بس ما تزعليش مني. بعد الام عن ربنا، بعد الام عن ربنا بتاكل الواد. يعني عارف بتاكل الواد؟ العيال بيعيشوا في النجاسه. الام مش فاضيه، مشغوله في شهواتها، مشغوله في الموضه، مشغوله في حفلاتها، والعيال ضايعه. ابليس واكلهم موتهم. اوعى تعتقد في قصص الطلاق اللي بتسمعها وقصص الخيانه سواء الزوج او الزوجه، اوعى تعتقد ان الخسران الاساسي هو الطفل. الاب خسران والام خسرانه، بس الضحيه الولاد. والامور الحادثه منهم سرا ذكرها ايضا قبيح. يعني احنا كخدام بنشوف حاجات وبنسمع حاجات ما اقدرش اوعظ بيها، لكن عايز اقول لك التاريخ يعيد نفسه. لالا واحده تتقزز تقول: ازاي الست دي ذبحت الواد واكلته ما عندهاش قلب؟ طب وانت ما عندكيش قلب لما سايبه عيالك في النجاسه وانت مش بتصلي لاجلهم؟ لما بتفكري في نفسك وفي شهواتك وانت مش واخده بالك من عيالك؟ المراه الفاضله في امثال 31 تراقب طرق اهل بيتها، كل عيالها لابسين بز وبر. ثلاث حاجات اكلوهم في الحصار المرير. لكن النقطة الثانية، مخلص قدير أليشع قال كلام حلو، قال: غدا كائلة الدقيق بشاقل وكيلتا الشعير بشاقل. كلنا عارفين أو أغلب المشاهدين أن أليشع معنى اسمه إله يخلص، زي اسم الرب يسوع المسيح يهوى يخلص. أليشع ويشوع اسم متقارب، وهو رمز للمسيح في بعض الأشياء. وهنا أيضا قال الملك لازم أليشع يموت، ولما جه قرار موت أليشع جه الخير. هو رمز لصليب ربنا يسوع المسيح. مكتوب: توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. أيوة، ولتأتي أوقات الفرج من عند الرب. لما توب وصدق أن بدل ما أنا موت وترمي في الجحيم مات المسيح عشاني، يجي الدقيق. وهنا ماذا يرمز الدقيق؟ يرمز الدقيق إلى الشبع بالمسيح. وده مش حاجة أنا قلتها، في لوين اتنين في قربان اسمه قربان الدقيق، هو رمز المسيح. أذكر 25 أو 30 وجه شبه ما بين الدقيق والمسيح. أبيض والمسيح قدوس، بيطحن والمسيح مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل خطايانا، قوت الأيام قوت البيوت والشعوب والمسيح هو الشبع، وهكذا. قابل للضغط والمسيح ما بيجرحش حد، كان حبة حنطة ومات والمسيح قال عن نفسه إن لم تقع، وهكذا. دقيق وخير. كلمة الأولى عن حصار مرير: لو إبليس محصرك، في مخلص قدير يسوع اللي مات عشانك، لكن في بشارة، في شهادة وتبشير. الأربعة البرس قال: لسنا عاملين حسنا، هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون، إن تأخرنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شر. بقول لكل شخص تقابل مقابلة شخصية مع المسيح: اشهد زي الأربعة البرس دول، ادخل بشجاعة، خبر الناس عن الخير وعن البركة في المسيح. واختم كلامي بقلب الشرير العسكري جندي ده قال الغدا قال في السامرة هيكون كيلة الدقيق بشاقل، وهيجيبه منين؟ ربنا يفتح شبابيك في السماء. استهزأ. قال له أليشع: هتشوف بعينك بس مش هتاكل. هو صورة لكل من يستهزئه ويحتقره عمل المسيح. كتير بقول لشاب: تعالى إذا تبت يحررك من المخدرات. يقول: إزاي يعني؟ يا ربنا هيبعت كده مقص يفكني من المخدرات؟ إزاي يعني؟ أقول له: لما تشبع بالمسيح هتدوس على عسل العالم. يقول لي: إزاي؟ هقول له: ما تزعلش مني، إذا ما تبتش وآمنتش هترى بعينيك ولا تأكل. صلي معايا، قول له: يا رب أنا في حصار مرير، إبليس مبهدلني بالمخدرات، باكل حاجات زي راس الحمار وزبد الحمام، نجاسة في نجاسة يا رب، كل عينيا بتنظر حاجات قذرة وشبع بأمور رديئة، لكن أنا بسلمك حياتي. يا أليشع الحقيقي خلصني، يا رب اشبعني بيك انت الدقيق الابيض ونظف حياتي. ساعتها تسمع المسيح بيقول لك: مغفوره لك خطاياك، وليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله. اتركك الى حلقه قادمه من برنامجك حياتك في قصه.